رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. أهلا بحضراتكم، نتوقف اليوم مع صوت ندي من الأصوات التي تلت القرآن الكريم واكتسب شهرة واسعة في مصر وفي العالم العربي. هو ابن الصعيد فضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي رحمة الله عليه، الذي تلا القرآن في مسجد السيدة نفيسة بعد رؤية لها في المنام. كذلك لجأ إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مرتين، المرة الأولى كانت في طلب خاص، والمرة الثانية كانت في طلب لعموم مقرئي مصر والعالم العربي. اليوم نتحدث عن فضيلة الشيخ الراحل أحمد الرزيقي في مصر. كان الشيخ أحمد الرزيقي صاحب أداة متزن متأثر بمدرسة الخشوع التي يعود تاريخها للشيخ أحمد ندى، يمتلك صوتا دافئا يحتوي على عمق وخشوع، ويستخدم الطبقات المتوسطة في مقام الصبا. رحم الله القارئ المثقف الشيخ أحمد الرزيقي. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بحضرتك. اليوم نتحدث عن فضيلة القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، واحد من علامات التلاوة في مصر وفي العالم العربي. أولا، كيف ترى أو ما هو مفتاح شخصية الشيخ الرزيقي في تلاوة القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ أحمد الرزيقي الحقيقة فريد وحيد، يعني نقول إنه لا مثيل له في نضجه العقلي وفي نضجه العاطفي. الشيخ أنا أرى أن مفتاح الشخصية، أو نطلق عليه القارئ المثقف. المثقف كان واسع الاطلاع، وكان كثير القراءة، وكان مثقفا بطريقة مبهرة. الشيخ أحمد الرزيقي ولد 1938، ف 38 دي يعني قبل منتصف القرن ب 12 سنة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 2005، وده معناه إنه ميت عنده 67 سنة برضو في العقد السابع من عمره. احنا شفنا ان ماتوا كذا واربعين وكذا وخمسين وكذا الى اخره، لكن هو مات 67. الشيخ احمد الرزيقي عمل عملية عجيبة غريبة لم يفعلها احد، ولذلك انا اسميه الوحيد الفريد، حاجات زي كده. انه هو صغير رايح المدرسة الابتدائية بقى ولا حاجة، عنده 10-11 سنة ولا، يبقى احنا الكلام ده بنتكلم في سنة 49-50، شيء من هذا القبيل. فسمع لقى الناس ملتفية حوالين بيت واحد، والواحد ده كان اسمه الأمير داود. اسمه كده؟ اسمه كده، الأمير داود. والأمير داود ده هو عنده راديو، وكان الراديو ده نادر شوية في الوقت ده، كان يبقى موجود في القهوة بس علشان يحل محل
سيرة أبو زيد الهلالي سلامة والقصاص والحكايين والحاجات اللي زي دي. كانت الهاوي تجيب الناس دي علشان تسلي جمهور الجالسين. بعد كده دخل الراديو. لكن كون ان هو يبقى في بيت دي برضو ايه حتة نقلة نوعية. ده من الأعيان. فالأمير داود ده كان يبدو ان هو من الأعيان واشترى الراديو. بعد ما اشترى الراديو هم من صاحبنا الشيخ أحمد الرزيقي ماشي والصغير كده رايح متدقلج على الايه على المدرسة. فلقى الناس قال لهم ايه دي؟ قالوا له اسكت ده ابن بلدنا. واحد كان اسمه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الله الله. وهيقرا دلوقتي في الاذاعه والبلد كلها مستنيه. والبلد كلها مستنيه علشان تفرح ويبقى يوم عيد. طبعا من الرزقات بلده الرزقات. فراح وقف واستمع لي وبعدين خطر في باله قال الله طب ماني كمان احفظ القران واروح ابقى زي الشيخ ده هو الشيخ اللي اسمه عبد الباسط عبد الصمد ده. فراح بدل ما يروح المدرسه راح للكتاب وحفظ القران وساب المدرسه لغايه المدرسه. المدرسه بقى منتظمه وجاده وكذا فبعتت جواب بتحذر الطالب او التلميذ من انه قد غاب فوق المعدل المطلوب الطبيعي فيجب عليه. وكانت المدارس تبعت انذار اول انذار تاني علشان. فابوه اتعجب قال ايه دي يمكن غلطه. الواد بيطلع كل يوم في الصباح وبيجينا بعد خلصان المدرسه. استنى لما جه قال له يا احمد ده هو انت ما بتروحش المدرسه؟ قال له هو انت توك حسيت يابا اني انا ما بروحش المدرسه؟ ماني ما بروحش المدرسه من زمان. قال له يا ابني وده ليه ما بتروحش؟ امال بتروح فين؟ قال له انا بروح الكتاب احفظ القران. شوف الجينات بتاع المصريين. الاب عيط وحضن الواد واستوعب الفكره بتاعته لان الاب ده بيقدس القران لانه اللي معاه اللي يحفظ القران ده هو كانه خد البشويه. الولد وهو بيفكر يسيب المدرسة ويروح الكتاب قال الله بس ده صوته حلو على الشيخ عباس على الشيخ عباس بلدياته. فأنا هدعي ربنا إن يبقى صوتي حلو برضو. فربنا أتاه مزمارا من مزامير داود. يا سلام على حلاوة الصوت. يعني حلاوة الصوت وشجن. كان الأستاذ عمار الشريعي يقول والله أحمد الرزيقي ده طلع من تحت درس عبد الباسط عبد الصمد ومن تحت درس محمد صديق المنشاوي. للدرجات دي طبعا عالمين عالمين كبار هم ايه كأنهم اللي تولد منهم مدرسة الشيخ أحمد الرزيقي اللي هو هنسميه تملي بقى ايه القارئ المثقف. الله أستاذن حضرتك في الدكتور نستكمل الرحلة في سيرة الشيخ أحمد الرزيقي وحكايته بقى مع مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه بعد الفاصل. إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر حضرتك وأرجوكم خليكم معنا. كانوا قليلا فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله مدرسة الخشوع التضرع التذلل المعايشة مع القرآن قرار هو من نوعية الباريتون صوت متوسط
يبدأ بقرار صوته، صوت فيه عمق ينتقل إلى أعلى إلى أن يصل للصبا، وهنا المقام الذي يعبر عن إحساسه. فهذا يشعر المستمع بالمعايشة مع القرآن، بالتذلل، بالتدبر، ودائما يستخدم التحزين في موضعه. فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي كان متأثرا بهذا المقام لدرجة أنه يذهب إلى النصوص التي بها تذلل وبها تعايش، والقرآن كله لا يخلو من هذه المواضع التي فيها الحزن وفيها المعايشة. مثال لمقام الصبا اللي هو التحزين: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مقام جميل يمس القلب، وكذلك كان قارئنا الشيخ أحمد الرزيقي صوت يمس القلب. هنا في الأقصر بقرية أرزقات بمدينة أرمنت، حيث الجمال الرباني الذي وهبه الله تعالى لهذه الأرض ولسكانها، ولد الشيخ أحمد الرزيقي وعاش في منزل مطل على نهر النيل، ومن أمامه تجد البواخر السياحية تتلألأ في المياه يمينا ويسارا. وعلى بعد أمتار من المنزل يقع مسجد الرزيقي داخل القرية، ورغم بساطة بنائه إلا أن الله ميزه بموقع ساحر يطل على جمال الطبيعة، ومن أمامه يمر قطار القصب محملاً بخيرات الأرض متجهاً بها إلى مصانع السكر. والله حياة الشيخ كانت بسيطة جداً لا تتخيلها، يعني كان يجي البلد هو أصلاً، لو في حد زعلان من حد صالحه. الشيخ من صفاته أنه هو كان يحب القعدات الشعبية كذا في البلد، كان يجمع العيلة مثلا في الدوان ويجيب قرايبه وعماته وخواله وكل العيلة. يعني بعد وفاة المرحوم أبونا فكان هو والدنا، يعني ما حسناش بليتهم إلا بعد وفاة الشيخ حقيقة يعني. وبعد سنوات قضاها رزيقي في خدمة القرآن الكريم، لقي ربه راضيا مرضيا، ويعد قبره مزارا لمحب القرآن ولأهله. مرحبا بحضراتكم من جديد حضرات السادة المشاهدين، وبرحب بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك مولانا مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. أهلا بفضلاتكم. نستكمل ما تفضلت به حضرتك في الجزء الأول والحديث حول فضيلة الشيخ القارئ أحمد الرزيقي، وعرفنا إزاي إن هو فاجئ أهله، فاجئ والده، وترك المدرسة وحافظ القرآن الكريم اقتداءا وتأثرا بابن قريته فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه. نزل القاهرة وراح الإذاعة، وكان في مجموعة من المفارقات في حياته دايما فريد زي ما حضرتك وصفته. يعني خلينا نعود مرة برضو خطوتين لورا علشان نفهم حكاية الإذاعة وكيف كانت، ونفهم أيضا طريقة تفكيره، وبرضه هي طريقة تفكير وحيدة فريدة مبدعة وجابت نتيجة. إنه هو مع سيدنا الشيخ عبد الباسط هم في منطقة واحدة اللي هي أرمنت، وإن اختلفت القرى لكن في اتصال حصل وسماع لعبد الباسط واستدعاء لعبد الباسط من عبد الباسط للرزيقي أن يأتي إلى القاهرة. فجاء إلى القاهرة سنة 66. إحنا 66 دي يعني عنده 28 سنة، لأنه هو مواليد 38. 66 ابتدى يطوف على
آل البيت وكان يحبهم جدا، وآل به الأمر بعد ذلك إلى أن أصبح إماما للسيدة عائشة، مسجد السيدة عائشة اللي موجود في منطقة الخليفة اللي هو قدام مسجد السيدة عائشة المعروف، مسجد السيدة عائشة. وبعد ذلك انتقل إلى مسجد السيدة نفيسة. هل فعلا في رؤية؟ راح هناك برؤية؟ انتقل برؤية، لكن اللي شافها له كان واحد اسمه فريد باشا زعلوك، وهو هناك لما عبد الباسط قال له تعالى ما معهوش الفلوس اللي يجي بيها في القطر، فراح لسيدنا الشيخ أحمد رضوان، فالشيخ أحمد رضوان عطله الفلوس اللي يقطع بها القطر ويروح. فاللي جابوا يعني السبب الرئيسي، حتى لو كان سيدنا الشيخ عبد الباسط يعني تبناه وله فضل كبير عليه وله تأثير كبير، إلا أنه أحمد رضوان رضي الله تعالى عنه هو اللي خلاه يتحرك ويروح، فوصل مصر وكان ينزل تملي فيه فندق رضوان. فريد باشا زعلوك اللي شاف له الرؤية دي عطاله جواب يروح بيه للشاعر محمود حسن إسماعيل، وكان ساعتها في اللجنة، فحط الجواب في جيبه وما راحش ورجع البلد. وقامت الحرب ومات الشيخ أحمد رضوان 67. بعد عشر أيام من النكسة. ودخلنا في دور لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فراحوا عطوا قرار بإيقاف وتجميد لجنة الاستماع. وبعدين في يوم راح يروح لمحمود حسن إسماعيل وقال له أنا معايا جواب ممن له فضل عليك. قال له لا يا ابني ما حدش ليه فضل علي إلا فريد باشا زعلوك. قال له ما الجواب من فريد باشا زعلوك؟ خد الجواب ولقاه بيقول له بيوصيه هو يدخل. قال له بس يا ابني الدنيا قافلة وفي قرارات بأنه كده. كان بقى عبد الناصر انتقل رحمه الله تعالى 1970، ودخلنا في الإعداد لمعركة التحرير وهكذا. راح بعت للسادات جواب، بعت للسادات جواب وقال له أنا دلوقتي إحنا في 73 وإنت بطل الحرب والسلام، وأنا أخوك الشيخ أحمد الرزيقي وعايز أروح البتاع ده هو الإذاعة الراديو الإذاعة، ولكن بيقولوا إنها مقفولة. فبعت له السادات خطاب وقال له وجدنا طلبك، يعني السادات أمر الإذاعة إنها تبحث عن طلب الشيخ أحمد الرزيقي اللي هو قدمه لما قبل 67 اتقدم في أول مرة، ولقى الباب مقفول. ففتحنا المسألة والإذاعة اتصلت بيه وقالت له تعالى. الشيخ أحمد الرزيقي كان يدعو إلى حق الأداء العلني للقراء. بمعنى يا مولانا؟ يعني ليهم حق في التلاوة، يعني التلاوة دي من حقوق الملكية الفنية، وأنه لا يستولى على صوته وينتشر وكذا إلى آخره بدون مقابل الاحتباس الذي يستحقه. حق الأداء العلني دفعه هو الشيخ محمود علي البنا لإنشاء نقابة لمين بقى؟ للقراء. دي كانت البداية، بدأت نقابة القراء، بدأت النقابة. ورفعوا لمجلس الشعب، ورئيسه حينئذ أستاذي الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب، فراحوا له هو والشيخ محمود البنا، فلقوا رد فعله. الراجل بقى مشغول، ومشغول ساعتها كان بتقنين الشريعة الإسلامية، يعني في حاجات كتير. هم يروحوا لمين؟
لأنور السادات الله يرحم الجميع في القناطر. فدخلوا عليه وقالوا له والله حصل كيت وكيت وإن إحنا عملنا قانون إنشاء النقابة لكن ما لقيناش رد الفعل المناسب يعني. فتوجه على طول الرئيس توجيهات لمجلس الشعب إنهم ينتجوا هذا القانون. ففعلا راحوا في يعني شهر ولا حاجة نشأ القانون أو صدر القانون في إنشاء نقابة القراء. نجح أحمد الرزيقي والشيخ محمود علي البنا إنهم يعملوا النقابة ويمشيوا ليها القانون المناسب بتاعها في من مجلس الشعب، ويعيش الشيخ حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى سنة 2005 بعد رحيل أستاذه وحبيبه. ويعني هنقول إيه الملهم ومتبوعه، يعني هو متبوع الشيخ عبد الباسط مدبوع وهو تابع طبعا. وبالرغم من كده كان الشيخ عبد الباسط من تواضعه يصدره ويقول أنا تابع لهذا. سبحان الله، تواضع العلماء، تواضع الأتقياء أهل طبعًا. الله سبحانه طبعًا. وتعالى رحمة الله عليهم. فالدكتور أنا متشكر جدا لحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا صاحبي الفضيلة. شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب فقاتلا إنا هنا قاعدون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.